بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد مشاركتي اليوم وياكم. حضرت البروفا وما شاء الله يعني ما كنت متوقع يعني هالمستوى. خرعني الفريق سليمان الله يذكره بالخير، بس ما شاء الله مسيركم كان زين. أبي تشدون حيلكم بعد شوية زيادة. وأنا على ثقة أن أنتم إن شاء الله راح على قد المسؤولية. قضيتوا أيام بالكلية فيها الحلو وفيها المر، ومستقبل أمامكم. تشدون حيلكم إن شاء الله، تنضمون لإخوانكم اللي في الخدمة. تشايفين التهديدات اللي الأمنية اللي على بلدنا الكويت كثيرة وما هي بسيطة. أنا متأكد إن شاء الله راح تساهمون في تصدي لمثل هذه التهديدات. بالنسبة لضيوفنا اللي تخرجوا اليوم إن شاء الله ومن دول مجلس التعاون أو من دول العربية الشقيقة، أتمنى لهم التوفيق. والرسالة الثانية هي للمدربين اللي دربوكم وعلموكم ووصلوكم لهالمستوى، فأنا نيابة عنكم راح أشكرهم وشكرتهم من قبل. فإن شاء الله نلتقي وياكم في مناسبات بعد أحسن من التخرج إن شاء الله. ومبروكين إن شاء الله وشكراً.